ابتداء انا نسجل الجمله من النقاط، اولها كان تقريركم انه ازمه الكهرباء منذ 19 سنه، مو صحيح؟ نعم صحيح، وتكاد تكون ازليه. 18 سنه والحمد لله قدامي ابن الجنوب البار. نعم يعني استاذ علي ايضا هو تحدث ايضا وانا اذا اساله وهي قبل 19 سنه شنو كانت زينه مثلا؟ لا لكن لكن ما كانت بهذا المستوى. نعم كانت أسوأ. نعم كانت أسوأ. لا لا هسه اقول لك انا اختلف وياك بهاي. هسه اقول لك انت من طرحت السؤال استمع الجواب. نعم. تمام. لا 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 بتسجل وبعدين. لا بس تفضل تفضل تفضل. ابتداء احنا في وقت انه الكهرباء منذ عام 91 تعرضت الى قصف اهداف قرابه ال 281 هدف. نعم. بحرب الخليج الاولى وضررت الكهرباء بشكل كبير، والدليل على ذلك انه جميع المحطات، وانا لما استفتيت سياده النائب باعتباره ابن الجنوب. نعم. تكلم عن محطه الهارثه، تكلم عن محطه النجيبيه، كلها كانت تدفع لبغداد، ويتذكروها حتى مدراء الجنوب اللي كانوا بوقتها. نعم. وكان التجهيز بس ببغداد المحافظات. واستدل بذلك فكره وجود المولدات الاهليه اللي بالشوارع ترى بدات وعممت بالمحافظات، يلا بعدين جت بغداد. نعم. اخر محافظه طبق بها بغداد. نعم. فكره وجود المولدات بالشارع ليش؟ لان كانت كل المنظومه تدفع لمركز يعني الحكومه اللي كان بوقت. نعم. النظام السابق تدفع لبغداد، هذا واحد. ثانيا هسه ما تطور قطاع الكهرباء وانه المواطن ما لمس تجهيز، اكو جزئيات ينبغي التعريج عليها بحياديه من جنابك والسيد النائب. لا انا حياديه. لا لا هو عول على الحياديه. أنا حيادية. انا عول على الحياديه. اولا احنا نشكر استاذ اعضاء مجلس النواب اليوم الذي كانوا امام مهمتهم التاريخيه والوطنيه بتمرير قانون الامن الغذائي. نعم. اللي حل او يكاد يكون جزء من حل. حل توقيعي تحدث يا استاذ. يكاد يكون جزء من حل، احنا بالنسبه لنا الحل مو ترقيه، احنا ككهرباء كنا محتاجين جدا لهذا القانون ومرروه ونشكرهم بالتالي. نعم. ب 2003 كان توليد المنظومه عموم المنظومه 3400 ميجا. نعم. كل العراق من الشمال للجنوب 3400. احنا الان نحكي على خطتنا 25000 ميجا وات. نعم. يعني ايش قد صعدت المنظومه؟ قرابه السبع مرات. نعم. انا اسال اي دائره اي وزاره تطور انتاجها بواقع سبع. لكن بس اسالك سؤال علمي يعني ما واكب الطلب. بس ما واكب طلب المواطني. لان انت ايش قد صعدنا زياده؟ جايك بالكلام. نعم سكان بالمحلات بس غير يعني الكلام الي اوكي. المعامل. فانه ما تطور قطاع الكهرباء. انا يمي مهندس استشاري ونائب وكان مدير عام وكلهن. نعم. صلوات ان شاء الله يستاهل. نعم. الله يسلمك. فاحكي انا اقصد انه كلامي يعني بمهنيتك يعني تفهم جنابك الكريم. 3400 وانا اتحدث عن خطتي هذا الصيف 25000 ميجا. نعم. هذا ايش قد صعود بالانتاج؟ 720%. نعم. صعدت منظومه الطاقه. هسه ما واكب طموح المواطنين وما كفى ساعات تجهيز الكهرباء. والله نعم صحيح، هنالك زياده بالطلب، هنالك زياده بحجم الاستهلاك، هنالك زياده دمار بالسكان يعني بصراحه هو بحجم الاستهلاك والمواطنين. انا بدي اقول هنالك دمار طال البنى التحتيه وجناب السيد النائب يعرفوا ارقام ديوان الرقابه موجوده الان. نعم. انه ما خسرت الكهرباء بالمناطق اللي احتلت من داعش وتضررت بها البنى التحتيه 6000 ميجا واط. نعم. اي ما يقارب 11 مليار دولار.